ابشر هالدنيا فيها حكاية، اضحك للدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكاية. محلى هالدنيا ضحكة فتنيكة، تحلى بفزوكة والخالة بريكة. محلى هالدنيا ضحكة فتنيكة، تحلى بفزوكة والخالة بريكة. اضحك للدنيا حكاية، والحب موجود حب الدنون في ده سي محمود. كل يوم حكاية، والحب موجود حب الدنون في ده سي محمود. كل يوم حكاية، والحب موجود حب الدنون في ده سي محمود. كل يوم حكاية، والحب موجود حب الدنون في ده. يضحك للدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. يضحك للدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. حلوة هذه، ما اللي قلت تحيه وقلت معروف هذه. اش بيك منرفز وجهك ازرق نيله تيجي تسمى؟ هز عليا ما حسيتش بفطور الصباح. واه تيسيم مسعود، هذا جارنا، هذا مسعود. هذا اش بيه؟ يشتم ويتوعد على صباح رب العالمين. عليه على حكايه البيت، البيت اللي نبنيو فيها في جنينه العماد ولدنا باش يتوسع فيها. يا ولدي اش بيها البيت؟ قال لك ما تبنيوهاش. ما نبنيوهاش؟ شبي البلاد مصيبه على قرنو، ما ثماش حاكم في البلاد، ماك بوراقك وامورك ملزمه، ماك عندك رخصه من البلديه. بالضبط، قال لك انتوما ما عندكمش رخصه وقاعدين تعملوا في اشياء غير قانونيه وتحبوا تسدوا عليا الهواء، وهاو قال لك باش نمشي نشكي للسلط ويجيو يهدوا لكم اللي بنيتوه. يهدوا ولا صنيهك المرصفين كالفول المصري المسوس. يهدوا ليه بابا؟ شبيه نهار الكل يبني ويعلي هو، ويطلع ويليق ويطلع ويهبط، شكون اللي يكلمه؟ هو دار وردها كاني حي شعبي ولا سوق الجمعة، مسكين. قلنا هذا مسعود، هذا جارنا وناس ملاح وناس طيبة ومتاعنا، والجار وصى عليه الرسول. يا اخي طلعكي البصلة. جار هكا وجه الفار هذاك اللي متهزش من قص النار، هكا طول النهار وهو يلوط ويكري في النقب وفي عشوش الحمام، شو حتى من بيت الصح كاريها. شنعملو تو؟ شنعملو راهو بلي دمي الله يراهو بدو، نمشي ندقدقو تو ونعملو صابونيه. ادقدقو فاطمه موجوده تعطي الترايح، وفطومتك موجوده. من فضلك علي نبع عليك، هذه مساله متاع رجال ماهيش متاع نساء. بالعكس يا رزوقه، هذه حكايه نساء، هذا كله من تحت مرته هذيك ام حمير. انا نمشي لها ونوريها. قال لك كيد نسى 16 وكيد الرجال ما ثماش. يا بنتي يزي نعرفك نرفوزيه وما تشوفهاش. يزي يا بنتي، هو ما يحياش نعرفه هذا سي مسعود. تمشيش يهز عليك يدو. هز عليا يدو اكسكوليتك الرمو، يهز عليا يدو. انا فاطمه يضربها مهبول. انت يا رزوقه والله يا نصوتو بالسبركه ونحطو تحت ضبوتي. لا يا فاطمه لا، احنا ما نصوتوش، احنا نضربوا. انت التيو ايش بيك تبحلق في السماء تستنى باش ينزل عليك الوحي والالهام؟ يظهر لي نحب مبيض. بيض كوجينا؟ لا نعطي يد للدار الكل. هيا اسمع، لا يد لا ساق، اهفت شويه وريض. ايش بيك يا مراه؟ انا مسؤوله على الدار، يلزمني نقفلها. عنا أكثر من عامين ما بيضنيش. فما جيران عندهم 10 سنين ساكنين عمرهم ولا بيض. كل حد حر في تصرفاته. حلوة هيك، أنا ما نحملش نخزر لحيوت فرد لون أكثر من عامين.
يا مرأة رو فم رو تبيض والدونة يحب له مكة الحسبة فلوس ما هي فلوس. عندي واحدة حبيبتي قالت لي ندبر لك السلعة بالجملة وين تو نعاونك شوية لهي الحسبة جيت قد قدش فيه. باي بيض ودن اللوطاني شنو محلينا عاد دار مبيضة شطر بشطر الله الله كي المرأة اللي مكي جا وراسها مشبشب. شنو الحوسة اللي باش تعملها لنا تويك؟ اش دخلك انت في الحوسة؟ بيجي في راسي هنا وشريفة ما فما حتى قد داخل باش يطيب. باهي باهي استنى تسخن الدنيا وبيض كيما تحب. هاي الدنيا سخونة لبس عليها. محمود حتى الخزين نحب نعدي عليهم بيرمي. ايوا هاي ابدا اجبد بالحاجة بالحاجة تو. انا اقول لك بيت البانة نحب نبدلها. صلي على النبي صلي على النبي خير خلينا رايدين الصباح. شنو مرة علوة علوة ياش شنو داكم ندو لا لا بس انتو ما شنحوا اللي طنطو عمار وتتابريكا لا لا بس عليهم تغير تتابريكا شقتلك قتلي يا وليدي ما تقوليش فيهم يسخنوا بعد ما تعرسوا. مش قتلي انتي بني فيلا حدا داركم ايه بني فيلا ما مازال ما كملتش شكون قال لي انت تحبي تسكني في الريف راسين كارين في العاصمة شو محمد فين انت فين انا يا حليلي يا حي الحب هذا هو الجواب اللي كنت استنى فيه ما على حساب هذا نبني وعش الزوجيه بتاعنا في مرناك نولي انا كي تطير في وقت نغني وانت في خير شكون احسن مني ضحك يا بيه كلامك يضحكني تقول لك هو لازمنا نفرش شويه خاطر الدنيا بدها تضحك راهي ما تجي حتى شيء ما لا نجم نقول اللي بنت مدينه تسكن معايا في الريف خاطر نعرفك ما تحبش تسكن في العاصمة. والله العظيم مش حكيت ما نحبش راه واش تعرف كان جات فيلا هيك ودايره بها جنينه خضراء تتعدى اما البورتمان لا البورت ضحك هذه البورتمان نكرو تفكر انا وقت كنت نقرا السيد الوالد كرا لي بورتمان بحال الجامع قال شنو باش ما نضيعش الوقت في المرواح وكان نحكي لك صار فيه فك بلاص وكان نحكي لك صار فيه فك بلاص اش بيه استنى ساعة خلنا ناكل هالهلال الأصفر بعد نحكي لك. اليوم شعر لك قابلت أنا محمود عالصبيح. علاش اللطف؟ قلت له نحب نبيض الدار وندهنها ونعمل موبيليا بالفيرني. ما عجبتوش الحكاية يا سيدي. تعجبو ولا ما تعجبوش؟ هذه حاجة لازمة. أنا كلها نبيض الدار كلها وكل مرة نبدل لون البيوت أنا وكيفي. ليه هو الحق متاع ربي على التبيض والدهينة نجرز وسكت. اما انا قلت له باش نبدل بيت البان والراجل تسرع. اش عندك فيه بدل على كيفك؟ انا مش على حاجه السبيب اللي نتاع بيت البان والكلهم ولاو يسكسكوا عملوا صلصال عندي بالعمل ريحتها غفت. صباح الخير. نهارك زين. صباح الخير. شو حيت بيت البان بدلها هاك المدوره توا خارجين برشا انا عملتها هكيكه والسقف عملته بالذهب البندقي احسن. يزيني بيت البانو مدوره لانا باش نعملها بيسين. اي حقا وعلاش ما تعملش بيسين في جنينتك؟ دارك حلوه نقصها كان البيسين الحق. انا توا قاعده نعاود في البيسين عملتها كلها رخاء وشلت لها الماكينه اللي تعمل الموش شاكوتزي. صحه ربي تم عليك. يعيشك. اما ليليا تسلفني مليون ومتينة. و اش تعمل بيه؟ تحتب واحد معبي كاتون كاتبه شي بالفيونس يهب ليهز العقل. شوف حيات ذكرني في الفيونس نتاع دار عزيزي اللي في التصويره. وفيونس دار عزيزك اش تعمل بيه؟ نبرقش بيه داري. و عزيزتي هكا دخلت وسمعت الحكايه ما نجمش نسلفك انا داخل على مصاريف كبيره وانتي علاش ما تبيعهاش دارك وتبني فيلا كيف ما حيات في بلي بيك تكره دار العربي. سامحني منك إذا كان الناس الكل تخمم هكا ديارنا تعب الكل في الكاتسون كاتباشي ولا في الكاريتا. نيمش نجيب مليون ومتين أنا توا. عاد البلاصة كانت فيه يا نادية كل برطمان يغلي تلقى الجدة والجد البو اللم الأولاد التوامة ثلاثة مرح العمة السلفة الكناين كلهم من أمين في برطمان واحد مال على ريحه الريحه. بالضبط يقول لك جار عمت ولد خال سلفت امي والنهار وطوله ما تسمع كوشي العياط والبكاء والزياط راهو تعرفك المزازي يغلي والدروج معبي في كل طاق.
وشفيعة هذه طاق لا يطاق. ولي طاق؟ أنا تمشي البرطمان بتاعي ما في الطاق الثالث تعرضني مرأة حتى قصة حكاية تغسل في رجلها تغسل في حوايجها ورجلها يشيش الأولاد يلعبوا بالكورة والبنات شادين حقة طماطم بخمسة كيلو وهذا طاق 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 يغنيوا على الحورية داخل صبوا عليها المين يا صحة اليوم ولا الجو يا بنتي زيد عاد عندك التلافز الفيديوهات الراديوات الكاسيتات على كل انواع تلقى قاسم كافي تلقى مايكل جاكسون اذاعه الشباب اذاعه مستير اذاعه قفصه اذاعه كيف قناه سبعه هذا تجيك منافق راك قعدت 3 شهور وهربت 3 شهور نضبك انا بقى 3 شهور قعدت شهر وسبق وجيت ما نشوف شوقه فيها انا هذايا تعرف منها مره مراه يجي ساعتين من زمان هي تدق تهرس بالمهراس راسي قريب يتفلقى طلعت لها قلت لها عايش اختي نقص شويه جي رجلها تعشقالي ولا قال لي اسمعني هرس كيف جارك ولا بدل باب دارك ملا حولت باب دارك يا بنتي هربت بجلدي ورجعت الى خرير المياه وعصفرت زقزقت العصافير تعرف انا فرشمان ما نجموش بورتمان عادي يا خيتي ما تجهلش مع ربي كل حد شكتب له انا نشكي من الايام قالك رحموا عزيزا ذل لطف هو قالك من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر انا العبيد كيف تستحقني تلقاني وانا ما لقيت حد والله مسخفتني روحي ولعليش انا ما عنديش مرسيدس عليش ما عنديش بيت بانو بالذهب البنطقي عليش هكا نقعد نتدرجح ما تمتعش في حياتي انا عالية في بالي راجلك مدلك ويجري في حظوظك وكما يقولوها ماري ولا تكون حسود عملتي مع محمير خالتي فاطمه يا شريفه ماني مشيت لها سمعتها وسخضتنيها لا خليت لها لا بقيت لها اي بصح شنو واش صار جات نحكي لك هي بنيتك انا مشيت لها نلقاها مطرمه شواربها كي جمل بخبزه بدات تصيح قلت لها اسمع ما تعليش عليا صوتك كانك انت تصيح انا حلقي مهزوز بزلات وكانت تحب عصوات انا مهبات وقتها باش رادت والله بنيتك رادت قلت لها قلت لي شنو باش تعمل بيت في الجنينه وتسد عليا الهواء اهواء قلت لها يجيني هوني للا كيف انت نهار الكل تبني وتعلي شكون لي كلمك ما قلت الطابق الاول باش نعملو ب 150 متر ضرب 250 والطابق الثالث مش عملته هو ممنوعه راهي قالت لك هذيك بيت صابون والله يا شريفه بنتي كاينك حاضره قلت لي وخيتي هذيك بيت صابون ب 150 متر كيفاش قلت لها للا يا اخي انت باش تغسل فيها ربا فيك نتاع الحفصيه قالت لي لي وخيتي مش انا مش قلت لها هكا ريت لزوز عائلات قسمتها في اثنين فوق هذه الكل قلت لها الناس عندها حق في جراج انت عامله 4 جراجات اي 4 جراجات واحد كاريته لدجيج واحد كاريته لززع واحد كاريته العطاء والاخر لصلاح راديونات وعندها زوز دغاغر اخرين اكلي تحت الدروج مش كاريتها المونجيلجي وكل البيت اللي مخرجتها من المقصورة مش كريتها الحماسة هي ومن تالي عاملة معمل متخدم فيه الدنيا فاك التريكوات المذرحين تخدم فيه في البنات هي وعاملة مجيبة أخرى الدنيا فيها في الحلول مسود كي وجه تعمل اللي تحب ربي يزيدها من خيره ما قلناش لا أما كيف انت بنيت وعليت وبنيت بستر ربي يخلينا احنا نبنيو على رويحنا هالبيت المحلول اللي في الجنينة والله قلت لي وخيتي والله ايش باش نقول لك يا فاطمة مش مني انا راسي مسعود قلت لها اما مسعود لله احنا عنا رجال تحكموا معانا برا قلت لها عايشكم حمير شد راجلك وفهموا وريضوا ما كانش والله يا يعني نعمل لكم النهار ما تزرق فيه شمس اللي في مخي ما نعمله بالله بيناتنا غلتي فاطمة لو كان ما رضتش مش كنتي باش تعمليها نعملهم كيما عملش حق ما نعمل حتى شيء اهلا سي محمود اهلا برزوق يعيشك هاي تفضل شكرا اش عملت ما جارك صحيح ما نتفهمنا هيا بك ورجعت نبني ما مشات له فاطمة وفهمت وقدره ايه يعطيها الصحة ماله ما لا هدرت في هذي احنا نشكيو بيه اللي باني قشلة شفت هو يحب يشكي بينا شفت هذه هي قلب ضربني وبكاء وسبقني وشكاء العباد هذو منيش باهم انا شنية هالديار هذه حتى دار ما هي كاملة وناس الكل الناس نهار كلهم يبنيو هم كسروا
هم لفقوا هم زادوا هم نقصوا مرمى ما توفاش هذه وعمرهم ما يوفاوا حاجة إلا ويبدأوا في حاجة أخرى. لا عجوبة هالناس هذوم في مخاخهم كيلو بغل شفت مال وطول حياتهم عايشين في المرمى وهم مولا الدار مش هون يضحكوا ولا بس عليهم في عزلة الهاو يعملوا جنينة يبيضوا لا كان السمان والجير واليجور كما تي قدام الديار قدام الديار المرمى قدام الدار الشارع الكل مرمى السمان واللوح والبغلي والحديد والدنيا الكياسات الكل نهار كله محفرة ومكسرة هاي والله يا سيدي وليت بالسيف نتعدى بالكرهبان تخش عليها ساكن في جبل تلاب والولاد والولاد متاحهم في عوض يشدوا خشاشرهم شو مرمى واللعب تاع كوره هذه دوف 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 ونهار كله هما يفرخوا جيبوا همل وربي يكمل ما شفتشك الذوق العزيز اللي عندهم ساعه تلقى فتشاتها كلها فيانس اي بالضبط 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 وشبابك اشتر سيدي بوسعيد واشتر المنيوم واقواس معوجه وقرمود شيء بلبيزك انا والله العظيم عفت روحي سي محمود والله هالبلاصه هذه هالبقعه هذه كرهتها الحقيقه نتاع ربي والله ماذا بيه واحد يبيع هكا يبيع ويمشي هكا الثنيت مورناك والله يتشرها هكا الثنيت مورناك وين نسيبي سي محمد اي بالضبط غاديك ها هيلة. والله هايله غادي هكا يبني شويه والسرول هكا يبدا السرول هكا والجر داير بيه فهمتي ويبدا ناصب فهمتي يعبد كل خديمته هكا فهمتني والله العظيم عفت على الصباح نبدا نحل الشباك ونغزل السطوحات كيفاش العجالي واللوح والحديد والدنيا والخنتي حتى من الدجاج ولا يربيوا فيه فوق السطوحات. دجاج برك كروسه قديمه كنا هذيك وجليز مكسر وعجالي هكا منقوبين هكا ولوح بالمسامر نتاعو. تقول له يا ولدي علاش؟ علاش الخرط هذا كله تستعمل بيهم؟ لا يقول لك يصلحوا والله العظيم والله يقول لك ليش نوع يصلحوا؟ ليش نوع؟ انا ماذا بيا نشد بوق وندور بالدار 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 يا ولادي كملوا مرماتكم يا ولادي بيضوا يا ولادي سيقوا قدام بيبانكم يا ولادي تلهوا بجنيانكم انا جنينه نتاعي جنينه بعد ما قديتها صبرت وسقيت هكايا والنوار وشوية الجر شوية رجلتها هكايا واحد يحط هكايا كريسي ويقعد نصب هكايا شيخ يحملوا هكا نهار الفروخ ونقزوا من السور والكل هرحاوة الغلة الخوخ العوينة اللي زرعتها الكلها كلاوها يا حي لنا واش بك تخاف من باب الجنينه بنتي قرب لي بنتي قرب لي لاباس شنو وجهك اصفر بسم الله لطف عليك اما بيا وش فيك يلطف بينا وبيك اعطيني شربه ماء رقي شيء شيء حريقه شيء حريقه يا بنيتي شيء حريقي اش اكثر من اللي بي اكل مهبوله اكل مهبوله باش تقتلني يا حياه باش تقتلني قاليه اي جات شويه قومتني غرقتني في جابي حتى هنا على بهاك جاتني تشكشها تتعاد وهي هي جاكي الفرس هي شبيها الحمد لله يشفيك مش نقول انا نعرف عليها شبيها قلت نحب نبيع الدار تسخي برزق الوالد خلاهولها ومره تحب تهدها ومرة تحب تبني بيسين ولا شنو اشتي ساعة البيسين شنية البيسين جابية يا للا جابية بالمي جابية شنو اللي مش تعمل بيها جابية دي هاي غرقتني هذه في جابية يا اخي مش تحط فيها الجران ولا حوت الواد ليه بيسين كيما متاع لوتيل بيسين كيما متاع لوتيل توريستا هي ها ولا دارينا وتيل هنا ما نعرفش هالمصيبه منين جاتها وشكون حط لها الفكره في مخها يا لاله ليه هي ما جاتك نهار للحانوت لقات ليليا بحذايا تحكي على البيسين نتاعها باش تبدلها يا اخي قلت لها علاش ما تبيعش انت دارك وتبني فيلا في المنزل بالله الساعه اول حاجه الدار داري انا وهي جايه من تاني وتعيط يا مالي متفاهمين تامي وثاني حاجه ها
هذه الليليا نتاعك المطروشه قلناها تدبر على روحتها. انا نبيع داري وسط المدينه، ها اللي يقول لك سقايف ودريبه وسط الدار وبيوت على اليمين وعلى اليسار، ونمشي نسكن في فجر الريح كما يقولوها. بقى دبرت الفار على مول الدار. شبيك جيت انت؟ جيت باش نعلمك اللي باش نبدلوا بيت البانو نتاعنا. هذه راهي امي، اما بابا مش حاب. محسو ماك تعرفها ماما تترومو، وكان هي ما نجمتش توين نبرولو. ماك تعرف مريم المزورة كي تحط حاجه في مخها لازم توصل لها. وخايتي لهنا غلبتني، على خاطرك في الزور مزورة ما عندي ما نقول، خمسة وخميس عليك. وعندي فكرة جهنمية أخرى على المدى المتوسط، باش ناخذ لك بيتك كي تعرس ونكسر الفرضاوي هذا ونعمل قوس، باش هكاكا نعيش كي الأميرة في سويت. شنو يظهر لك ميمة؟ أبي بيتي باش تقعد على ذمتي، ملكن جيرة ومحمد ويمشوا بيتو. علي انتم ناويين تبيتوا؟ لا عزيزتي، احنا مبيتوش البرانية في دارنا، ما عنيش وطي صحة النوم. تجيو طلوا علينا، تجيبونا العظام العربي والدجاج العربي، وبعد تروحوا الكوخ متاعكم في الريف. كوخ؟ مسكينة حدة. ملا نعلمك اللي محمد بنيلي قصر في المرناك. بيه كي هو بنيلك قصر الدهشة، ما كبر قلبك وسلملي في الاربع متر متاعك يا زوم. يستحيل، هذه بيتي في دار بابا ما نسلم فيها لحد، وزيد فيها ذكريات طفولتي الكل. شنو ما ذكريات طفولتك؟ الترايح اللي كليتهم وانت صغيره، ونورسك العور، وعروستك المفرطسه، وسنين التمحريث نتاعك. ملا سنين التمحريث نتاعي هذوكم نجحت بهم وخذيت الاجازه، وزيد خذيت الراجل طنطخه. اي هو بالحق في سريها ما يسربوها لي، عاده كثر على ما وصاوه. كيفك انت؟ هو عقله فضلك مش بوهالي، وزيد ولد عائله ويحبني وبني لي دار بالبيسي. يزي والله كما نقول لك. مالا هكاك انت واضع نولي نجي انا خطيبي نضيف بحذاك. والله شو نقول لك، احنا كيفكم مبيتوش البرانيه في دارنا. سمحني مريم، ما عندناش وقت يصحنوا. محسوب تتشوف مهدي انا شي عمل لي لما يبني لي درب ثلاثة بيسينات. تنتي اقرصني كنت عرس، ها ها والله ما تبول. تشوف هاني باش نقرصك انت، تشوف انا شكون ناخو. مهدي هبل مزيان ويموت عليا ويحبني، مش كيفك انت الشخطور اللي جايبته يحشم. فايدة في الاخلاق. عايزي محمود. الله الله عليك يا شريفة، يضر لي انت باش نفكك لسي محمود. لا لا سير زاد خاين، نحب نقعد نخدم كان عند سيدي محمود. حد قلت لك اليوم نعيش غريبة. ان شاء الله خير. اش بيه رجعتني راك، انا نعرف خدمتك الكل عجيب وغريب. انا حتى من العباب ثريتهم انا سي محمود. تلعب خدمة التاكسيد صخيبة سهلة. اي سيدي اليوم ركبت معايا مرة كبيرة، قلت لي عايش ولدي هزني الباردو. واضح حتى لهنا؟ واضح تربيع. في الثنية تحلت في الحديث، يطلع ولدها من عمان بالخارج وشراء فيلا في باردو على ملك الأجانب. يا سيدي حط عليك الفيلا هذاك، حط عليها عساس، اعطاه لي بفتحات وقال له تعس لي على الفيلا. ايه العساس هذا مشى لبلاده على اساس باش يقعد شهيرين ويرجع، وخلى المفتحات عند المراه. واضح. بعد جمعتين يعني اليوم، المراه قالت نمشي نتفقد دار ولدي لا على وعسى هكا ولا لا. دوقة 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 بالتاكسي، احنا وصلنا للدار وهي ترقى باب الجنينة محلول وشريطة وحوايج منشورين. عجيب والله. ووه قالت شوي لطاحت المرأة، دخلت
ترقى مراته نشوف الحوايج. يا بنتي خالتنا اش تعملوني؟ قلت لها شنو نعمل هوني؟ انت اش تعمل هنا؟ انا جات طالبه ولات مطلوب. يرحم والديك يعطيك الصحه. اي سيدي بن سيدي، قلت لها اخرج عليا من هوني يا عزوز السطوت، يا مشلفطه يا شايحه يا اللي ما تحشم. مسكينه مسكينه سخفتني، مراه طيبه ومراه ناس ملاح كريتها، عيب 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 عيب. شنو هذا؟ شنو هذا المستوى هذا؟ الله غالب. قالت لي وليدي تعرفش كيفاش؟ قلت لها كيفاش؟ قالت لي هزني لولدي. ولده هذا ولدها واحد اخر يسكن في المنار، وصلنا له ورجعنا دعوه متلازمه الباردو. ما قل لي هو جاز اسمع وسخف ذني. استناني هاني جيتك يا سي خليفه. سامحني خويا كل الحيط ظهر لي مهوج ماهوش عاجبني. مش المشكل اللي قد جيب. هي عاد تفيرت لي خمسة شكاير سيمين وتقول لي اللي قد جيب مش معقول. مش المشكل هذا مازال اخضر، تو نطيحوا ونعاودوا. اي واللي قا حرش خواتي عاد انتم جبتوا لي الرمال الحرش، شنو بغيتي ندير انا؟ هي غربلوا مليح الرمال. ها انا خواتي واش تعلميني انت تغربيل؟ نعلمك واه يا خشبي تغربين الرمال في علم اليدني انا غربل في الكسكسي والمحمصه، خلي الرمال. مش المشكل تو نغربلوه من جديد ونعاودوا نجودوه مليح. بيه مسكوكة ظهرت لي واطية برشا، ماذا بيا تعلي فيها عزي قويت. مش مشكل تو نعاودها. زياد الباب كأنه مش قد قد يا سي خليفة. الساعة هو هابط ميزان. أنا وين عيني ميزاني؟ أنا ظهر لي زياد الباب ماهوش قد قد، رجله مش ما يجيناش ما يتسكرش ولا يجينا أحول. مش مشكل تو ناكلوا من الباب شوي، تو يجي قد قد. توا شنو هذه اللي مش مشكل مش مشكل؟ كل حاجه نقولك عليها تقولي مش مشكل. يا وخيمه ومن الاول قلت كل شيء على قنطره صحيحه، هذا نطلعوه هذا نهبطوه هذا نسويوه، شنو هذا يا سي خليفه؟ يا والله نهار مبروك اليوم. انا لخويتي نايم ما نحكيش برشا مع النسير، اما تو جي راجلك نتفاهم معاه. راجلي؟ احنا عنا رجال تحكم فينا؟ انا نحكم في راجلي وفيك انت. وعجايب الغرايب هم شو نقولك حاجه اخرى؟ وكتيلي تركرك فيه من الصباح لليل وتعمل في الخدمه معوجه، انا باش نقصوا عليك. اوبا اوبا مش مشكل نعملوا هكايا ونرجعوا انا والمراه وولدها دوقا 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 ورجعنا الباردو للدار. نرقاوهم بعد كانهم يستناو فينا. لم والبو وزوز عزاب هما راونا، هما بداو يكلفطوا فينا بالحجر. انبي مولاك انبي مولاك انبي مولاك، واحنا رصتنا هاربين متخبين ورا التاكسي. راكم هربتوا بالروح؟ شو نهربنا بالروح؟ تلفت الولد هكا وليد عاقل ومخه رزين، قال لي خويا تعمل مزيه هزنا لمركز الشرطه. مشينا حكي بالهم القصه بالباء والتاء وجات القوة معانا. هكا ولازم نلقاهم عاد غاروا على الدار. لا طلعوا السكان هذوكم بيدهم غشوهم. دي ماذا شنية الحكاية؟ حلوة هذي كيفاش ترى؟ فما وحيد يسكن في الحومة غادي. سبنتري هكايا نهار كل هو يخيط في اللونجة. تل الدار فارغة. جاو بالصدفة هذوما الناس هذوما يلوجوا على دار الكراء، قالوا لهم إيه نعرف دار الكراء وأنا وكيل متاع كراء. هزهم للدار هذية فهمتني وشافوها وقلبوها واعطوه زوز ملايين تسبقة. عجب والله. كيفاش دخل الدار؟ شهر ياسر كيفاش دخل الدار؟ جاب كوباجي على اساس انه ضيع مفاتحه، بدلوا الكوبه واعطاهم فتحات جدد. لا حول ولا قوه الا بالله. اش قولك؟ غوره هذه عيني في عينك هذا. ماله؟ اي وش صار من بعد؟ شو صار من بعد؟ رصات السكان هذوكم خرجوهم، والسيد هذا في بوفرده دار خالته. يستاهل هذيك عاقبت اللي تعدى على رزق الناس. مالا سيدي السلام عليكم. اهلا اهلا محمد. اهلا سيد محمد. اهلا 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 مرحبا مرحبا اهلا لبيس لبيس لبريكة لبيس اهلا ديك شوالك يا لبولدي يا لبولدي شيخ والمرناك لبيس اسمع استحفظ لي عليها.
كاينين عاد هذيك رد بالك عايشك. سامحوني انا باش نمشي نتقابل مع البياض قبل في المحطه باش نجيبك. هيا معا هيا برا برا مع امك برا. اي تفضل سي محمد تفضل تفضل. اي سي رجل اي بخاطركم انا شنو عندي البنايه شكون تحكي لك البنايه. اي بخاطركم اي يا رجال. اي تفضل سي محمد اي تفضل تفضل حوالديك بارك فيك. مرحبا مرحبا زارتنا البركه. مش مشكل اللي قد جي شو مثل تقول لي مش مشكل الا ما نحط ايديا في خدي ونقول فيها هو شو العياط شو العياط هذا البنايه المصيبه اللي جبته لي كل حاجه نقول له معوجه يقول لي مش مشكل شو يا سي عبد الرزاق عبد الرزاق رزوقه اسمي باه يا سيدي رزوقه يا رزوقه يا سي رزوقه قالت لي الحيطه معوجه شوي قلت لها لا مش مشكل اللي قد جي مش مشكل باقي تعاود فيها يا سي ايش عملت لها؟ ركع! اخوي شفت المحل؟ ايه شفته اموره تعبه بربي. شكون بيض البياض بيضولك قبل؟ بياض من الحومه سامحني منه ماهوش صنايعي يضرب فيه مستانس يجري السطوحات قبل. بتعرف لازم برشا تقرقيش وفما بيوت لازم زوز يديد. هي عاد انت تعرف خدمتك. لا تهنى بقدره ربي نخرجها لك عروس. باهي عملت حساباتك. السلعة تاخذ انت ولا ناخذ لك انا؟ انا ناخذ السلعة. انت قل لي قداش يد العاملة. مش مشكل ما نبعدوش على بعضنا. انا وعوذ بالله من كلمة انا الفلوس ما تهمنيش. الفايدة في الرجال كي نعرف راجل كي الوجوه خير من مال الدنيا. انت بارك الله فيك اما هذا عرق جبين ها وش هكا مالا. نعم. وولها وفقها وعقبها سلام. يزمك تقول لي بقداش تخدم لي كنتي مليون وستمائة. اوي لا 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 اسال بعدت بعيد. باهي باهي على خاطرك نطيح لك دوامة اما وراسك العزيز اللي خدمت بيه السوم هذا لحتى حد. اوي شنو هرايك سي محمد؟ شوف عنده الحق سامحني توا انت محل كيف من هذا قداش تبقى النهار تبيض فيه؟ قدرة ربي 10 أيام نخرج منه. اه عنده الحق. بيا سيدي تقبلنيش صانع عندك. اش معناها هالكلام؟ شو اش معناها هالكلام؟ معناها انت معلم تقبض 100 دينار في النهار وانا صانع نقبض 50 دينار في النهار. يا رسول الله معناها الشهر متاعي يجي مليون ونص. انا موظف ثاني وعندي اجازه في الاقتصاد ما نقبض الا 700 من دينار. شنو تو انا نتمقصوا على بعضنا؟ تتمقصص على بعضك. اي بخاطرك بخاطرك وحدك. قال له مليون و600 تو تغش ومشى تو يتغش ولا تفلق. عندك بياض اخر؟ عندي. شو ارخص من هذا؟ ارخص برشا. البياض نتاعنا نتاع مورنيك هذا تعرف تحطه على الحيط يبرق. النهار نتاعه ب 15 من دينار. معناها العشر أيام يجيوك 150 دينار مش مليون وستمائة سي محمود. عاد باهي سيدي على يديك نحج. ولا أما كان محمد ظهر مهف. أنا كنت نسخايله بوهيلي بوهيلي أي راجل يتمسخر على عشرة كيفي وكيفك. ملا إجازة في الاقتصاد تربية ماشية فليحة دجاج قتلي بوهيلي أعمل عقلك. أما حاجة مفهمتهاش كيف هو غني إذا الحد فيش قام يخدم. ما هو قال لبوك نحب نشرب صنعة البنوك والبورصة والتجارة وعام جاي نقف على فريتي وحدي. صار هو هكا أما كان هدي البوهالية عرفت شتختار. العبد الكل بوهالية قديمها اللي ترى عقل بوهالي وما بوهالية كان أنت. ليه ما تخافش علي حتينا تندبر راسي ربي. أسمع غدوة كان حيانا ربي البياض باش يجي ماذا بيك تعاون شريفة باش تفرغ بيتك فهمت انت؟ بربي الولاد بيضوا فيها الدار المحنونة هذ وزيد بنيتو هنا في حي ما يجي حد شي ما يعجبنيش انا. بربي مو كان عاجبك ودارنا تسكت الصغير وهيت من هالكلام. ايه الدار مش دونية اما ذا بينا لو كان نكريو دارنا ونمشيو نسكنوا في المرسى سيدي بوسعيد المنار. ايه بالحق بلاصتنا تعيسة ياسر وانا في نخرج يقعدوا يتبولدوا عليا. بون نعرف روحي انا فولة وتقسمت على اثنين مع كلوديا شيفر اما هما زادا كثروا على ما وصاوهم ياسر عاد. مش على هذا هما يترمزوا عليك على خاطر انت النهار الكل تتلعب واش يا ذبانه ما ثم في الدنيا كان انا هما يقولوا لك فش
بالطبيعه اشياء ذبينه فما في الدنيا كاينين، ناقصني كان باش نحل قماع وزبيت الحومه، وهما على طول النهار يا شادين القهاوي يا يتسكعوا يا يتبدوا على بنيه الخلق. لا وما يعملوش حاجه تصلح، جنينه اللي زرعتها البلديه رفسوها وقلعوها، ابو بيت الضو كسروه وصوروا اخر ما عملوه. شنو الصنادق نتاع الزبله اللي عملتهم البلديه سرقوا؟ نعم. لا اما اعز فازه كل خاصه اللي بنوها جديده في المدخل تيكني مقابله المرشيه هذا هذيك واللي يعوموا فيها يسخيبوها بيسي. ريتك المنظر، ريتك المرسمين اللي عندها حوايجها وتعوم بهم. يا ولادي خير ريتي خير ربي، علاش تمسخروا على الناس؟ مش حرام عليكم؟ سليم جيب الماء نتاع ماما. الماء يا ماما بعدين نحن نتفيسخوا وانت عاجبينك العباد اللي عموا في الخاصة باش نهزوك تعوم معاهم. لازم نعمل عمر، لازم تعمل ببحة. هيا 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 ببحة 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 هيا ببح